اتفضلي يا ست البيت، طبعا هتقولي لي ال50 جنيه ما بتجيبش حاجه. تعالى عند ابو يونس واقول لك ال50 جنيه هتجيب لك ايه. هتجيب لك 2 لتر صابون ب5 جنيه، و2 لتر عجينه للهدوم البيضه ب5 جنيه، وهتجيب لك 2 كلوركس الوان ب10 جنيه، و2 برسيل جل للغسالات العاديه ب10 جنيه، و2 لتر دوني تمام قولي ب10 جنيه ريح الكمفورت، ولتر شاور يعني هنغسل مواعين وهنغسل هدوم بيضه وهنغسل هدوم ملونه وهنعطر الشقة وهنستحمى في الآخر، كل ده ب50 جنيه. أدي 2 4 6 8 10 11 كيس ب50 جنيه، وإن شاء الله بإذن الله تدعيلي، اعملي لايك للفيديو عشان غيرك يستفاد، وما تنساش تصلي على النبي.